مساء الخير حبايبي، شلونكم اليوم؟ طلبت اوردر اليوم، ماكو طبخ، اكل مال السوق من مطعم، وراح اوريكم شنو طلبت. هذا اليوم شوفوا ريانة، خلفت لكم اوريكم. هذا اليوم الاوردر مشكل طلبت، فاوريكم اياه. شوفوا الحمد لله، شوفوا الاوردر. هذا اليوم الاوردر طلبته من المطعم، شلونه؟ شنو رايكم؟ تمام، بعد حار. وهذا الاوردر طبعا يجي وياه ثلاث انواع مرق. هاي المرقة الاولى كاري، يجي وياه كاري، ويجي وياه مرقة فاصوليا، ويجي ويا مرقة شنو هاي؟ ها، وعدس. شوفوا هذا هم عدس يجي ويا، وخوش كمية، يعني كمية محترمة. ويجي ويا هاي الزلاطة، وبيها حمص بطحينة، وبيها تبولي، وبيها كل شيء، كل الأنواع الزلاطة. فهاليوم هذا الأوردر مالتي، وراح أبدي آكل. لأن كنت كل جوعان، تعرفون لازم أقوي نفسي، كنت مريض، صحتي مو زينة. هذا الدجاج المقرمش فلوس طيب، خل أذوق المرقات مالتهم طيبة. هاي الكاري طيب، الكاري خل نشوف الفاصوليا. حلو، وهذا العدس، شوف العدس. والله أكله طيب، كلش طيب أكله، الحمد لله. أنا طبعا حلو، أنت مسبابة الغنوج. نذوق الكباب. طيب اوكي، الله يزيد ويبارك بهاي النعمة اللي جاي ناكلها، والله ينطي كل الناس الفقير والما عنده، الله ينطيكم ويحفظكم ويستركم. واحبكم هوايه هوايه، واشوفكم فيديو جديد واكله جديده من ايدم سيف وابو سيف. اقطع حبايبي اقطع.